على أرض الواقع لا نحتاج لكثير من الجهد لمعرفة حال سكان غزة والمستوى الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشون فيه. بطالة وفقر وغياب تام لأبسط مستلزمات الحياة، كلها عوامل دفعت بأهالي غزة إلى الامتعاض من الخدمات التي تقدمها السلطة الحاكمة. واستكمالا لاستطلاع الرأي من داخل قطاع غزة، نعرض لكم اليوم عينة أخرى من المواطنين الذين يعانون داخل القطاع. يعني اليوم الوضع في قطاع غزة يزداد سوءا يوم بعد يوم، الأوضاع الاقتصادية في غاية السوء، غابت الفرحة عن موائد الناس في شهر الخير شهر رمضان، مع الأسف تزداد معدلات الجريمة وتزداد الجرائم، وهذا ناتج لتردي الأوضاع الاقتصادية، هذا من جانب. أيضا هناك العديد من السجناء والمحكومين بسبب الزمم المالية، بسبب الشجار والقضايا الأخلاقية، بسبب قضايا الميراث، سجون في قطاع غزة ممتلئة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية. الفرحة تغيب عن الشارع الغزي وعن قطاع غزة نتيجة التراكمات. أنت تعلم يا أحمد الوضع الآن انقسام يتجذر في هذا المجتمع، لا حلول، غياب الأفق، مشاكل كهرباء، مشاكل مياه، مشاكل رواتب، مشاكل خريجين، فقر، بطالة. إلى متى هذه المعاناة؟ لقد وصل المواطن في قطاع غزة إلى درجة الإحباط ودرجة اليأس، الناس تتمنى الموت في ظل قطاع غزة الذي أصبح غير قابل للحياة وأبسط مقومات الحياة. للأسف الناس تعاني والمعاناة تزداد ولا حلول. الناس فقدت البوصلة بالسياسيين، لأن الناس تريد حل لقضاياهم. غزة لا تحتمل، والله لو فتحت في غزة طاقة للخروج للخارج ما جلس واحد في غزة. أصبحت أرض الجحيم، أرض لا تطاق، الناس فيها جميعا يمشون. والله الشيء الوحيد الذي يصبرهم هو شهر رمضان وشهر القرآن، لأنه أنت شايف وضع في رمضان كثير صعب على الناس، أغلب الناس لا حدا قادر يشتري، لا الأسواق نايمة، برضو في ارتفاع برضو في الأسعار بالنسبة للوضع الاقتصادي، كل هذا مأثر على الناس.